في وقت الشده وفي عده مباريات اللي كنا على شاف الحمراء باش نقدموا اعتذار وجاو تعاونوا معنا في التكيل قدرنا نوصلوا. بغيت نشكر المنبر الاعلامي على الحضور ديالو وتغطيه هذا الحدث هذا اللي تيتجلى في توضيح وتنوير الراي العام على الازمه الماليه الخانقه اللي تمر منها النادي الرياضي القنيطري لكرة السلة وكذلك المشاكل التي تسبح في النادي القنيطري وتوضيحها بشكل مدقق. إشكالية سكو من ديجا من ناحية المنح اللي خصي توصل بها النادي بالنسبة للمجالس كاين ثلاثة المجالس، كاين المجلس ديال الجهة اللي هذه 8 سنوات لم نتوصل ولو بدرهم، المجلس الإقليمي هذه 5 سنوات لم نتوصل منحة، بالنسبة للمجلس البلدي آخر منحة توصلنا بها المجلس السابق كانت هي 40 مليون، وفي هاد الموسمين الماضيين توصلنا بمنحة واحدة من هذا المجلس الحالي اللي تتقدر ب 120 ألف درهم هي 12 مليون. دابا السؤال اللي تيطرح نفسه هو هاد المنحة هذه ديال 12 مليون هو واش نورمالمون غنقدروا ناخذوا بها البيئة الرياضية، مستلزمات الرياضة، التنقل، المأكل، المشرب، الفندقة أو مصاريف التحكيم، مصاريف ديال الأمن، مصاريف ديال سيارة الإسعاف، يعني عدة لدينا عدة مصاريف اللي من المستحيل بأن 12 مليون تقدر تكفي لهذ الأمور، هذا من جهة، من جهة ثانية بغينا نوصلوا الرأي ديالنا لهذ المجالس عبر مراسلات رسمية، للأسف لم نتلقى جواب منذ شهر غشت يعني تقريبا دابا واحد 4 أشهر، واليوم من اتصلوا بنا الناس ديال المجلس البلدي قالوا لنا بانه رئيس المصلحه اللي هو السيد الدحين قال لك ما توصلش بهذه المراسلات. قدرنا الموقف حسنا الظن قلنا بان فوالا راه عندهم دو سيمين، يقولنا لان اليوم كنا غادي نقدموا الاستقاله ديالنا ولكن باش نخليوا الامور باش تمشي في المجرى ديالها قررنا بان ننتظروا ونشوفوا شنو غيطر. كانت امور غتمشي في الصالح ديال هذا النادي حيت هذا الشيء هذا النادي هذا ماشي النادي ديال هشام عامر، بالعكس النادي ديال مدينه القنيطره وديال الاقليم القنيطره، خاصنا ندافعوا عليه انه تيمثل المدينه والاقليم على الصعيد الوطني. دونك الا كانوا هاد الناس بغاو يهزوا بهاد الوليدات راه حنا نتقاتلوا حتى حنا، لان حتى حنا راه تنبذلوا مجهود، راه مؤخرا راه جبنا مستشار وكذلك تنديروا مجهودات وحدي اخرين، واحد المستشار هو في كازا نتمنوا بانه تا هو تمشي الامور في الطريق الصحيح. دونك حنا ماشي تسميتو ماشي مربعين يدينا، حنا ماشي هنايا تنجيو، بالعكس تنديروا مجهودات ودايو تنشكر جميع اعضاء المكتب اللي تيبذلوا بزاف ديال سميتو التضحيات لا في المال ديالهم لا في الوقت ديالهم، وكذلك ما ننساش اللاعبين واللاعبات اللي صراحه لان دابا الرياضه ولات صناعه، ومن تكون صناعه يعني عندك بحال لا موظفين خاصهم يتقاضوا الاجور ديالهم. انا ما تنهضرش على لي بريم دو ماتش ولكن او موا لو مينيموم هو الصالير. دابا بالنسبه للاعبين راه واصلين دابا معنا 9 أشهر بدون رواتب، دونك قررنا بان اما يتلقى الحل اما يمشي بحال هكا.